سميتي سفيان الرماش. استفدنا النهار ان عطانا المهام ديال الخزينه ديال العامه ديال الدوله والمهام ديالها وكيفاش كتستخلص الضرائب ديالها وكيفاش كتسير ديالها. وعطانا بعض انا اقتصاد عندنا علاقه لابد عندنا علاقه مع هذا. انا مهتم بالمجال المحاسبه عندي انا استفدت انه عطانا الدور وكيفيه ديال استخلاص الضرائب الطريقه ديال الاستخلاص ديالها وفين كتمشي يعني فين المؤسسات اللي كتمشي منها الضرائب والمؤسسات اللي عندها علاقه مباشره مع الخزينه ديال الدوله.